رجعنا لكم فيديو جديد. واليوم الفيديو طبعا مع الشيف ادم. رح نعمل احلى طبق بانكيك. طبعا نحن دخلنا هالدخلة المطبخ مو لمساعدة هيا، للشيف ادم، مساعدة الشيف ادم طبعا. صح دومي؟ ادم اليوم رح يعمل لنا حلا بعد الافطار. ايوه حلا جميل جدا هو البانكيك. هلا رح نمشي معكم خطوه بخطوه. طيب ادم كثير مبسوط، كثير مبسوط. جاهزين نبلش؟ لحظه قبل ما نبلش اعطوني رايكم بهالستايل، ستايل الشيف ادم. المهم ما رح نطول عليكم المقدمه، قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة. بنحبكم كثير 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 كثير. ويلا نبدا. هلا نضيف المكونات. طبعا هلا نضيف المكونات، وهي المكونات قدامنا. وعندنا هون حليب. صح ادم؟ الشيف ادم. هون عندنا حليب وبيض بيضتين، سكر ابيض، طحين كاستين وناخلينهم منخولات، زيت نباتي ربع كاسين، وجوز ما يلزمنا كله. ايه مو كله، المهم حسب يعني القوام. ايه وعندنا هون صحن الشيف. طبعا نحن ما راح ندخل في شغله ابدا. ادم الشيف اعطينا من خلطاتك السحريه. طبعا لو ما هالخلطات السحرية ما بصير. طبعا هي عنا فانيلا هون خميرة. المهم يعني وهي خلطة سحرية من الشيف ادم، يعني لا تفكروا عني. صح. المهم هلا نبلش. اول شيء جاهزين تبلشوا؟ جاهزين. متحمسين ويلا فينا نبلش. او هلا صار وقت اني نبلش. صح يا شيف ادم؟ هلا رح نضيف البيض. صح هدومي؟ يلا ادم هو اللي رح يحرك. فهمكم كفاية. بس انت عم تقولي شيف يعني ما راح يسوي شيء. طبعا فهمكم كفاية يعني راح يطلع ناجح وما راح يطلع عني مخبط. ها ايه حرك دمجوا. هلا بعد البيض ايش بتضيفوا شيف؟ هلا بنضيف معهم فانيلا عشان الزنخة. ايه بسم الله. مين بحب ريحة الفانيلا؟ انا كثير بحب ريحة الفانيلا. شام مو بس بتحب ريحه الفانيليا، شام بتحب الجاتو، بتحب الحلويات، بتحب كل شيء بيختص بالحلويات. حتى انت وانا ايه، بس يعني مو كل الناس يعني بتحب الحلويات مثلك. بعد البيض شام؟ بعد البيض بيجي الحليب. بضيف الحليب. بعد الحليب السكر. بنتم ندمج لحتى السكر يذوب عنا. بعد ما يذوب عنا السكر وبنتاكد من ذوبانه بنضيف الخميره والطحين. بعدين بنحرك بصبح عنا الخليط. لا صحيح سليم ورقنا بتزيد. يلا داشم نحن معك خطوه بخطوه. معي لا تغزوني والله السيام مأثر على مخي. يلا هلا رح تضيفي الحليب. اعطيني شوي ادم، اعطيني بس شوي ادم اعطيها لشام شوي، بس شوي. بعد اذنك بس شوي. يلا ادم قول لشام يلا تحرك يلا. هيك قال يعني انه هو شغل شام ما عجبه. هلا اجك تضيفي شام؟ هلا نضيف الحليب. يلا الحليب ولا الزيت؟ لا الحليب. ايه الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مخي كثير مخلط. يلا قدومي حرك. ايه ضيفي شام. شوي حبيبي. شوي ايه بعدين؟ يلا ادم شوي ادم. بعدين بنضيف السكر صح؟ معلش قدومي لا هذا قولوا له عليك العافيه ادم كثير مرضان. اي والله ما بعرف. ايه هلا بنضيف السكر. السكر كم معلقة؟ السكر صحيح والله. انا روح قلبي السكر منيح فدمجته كله. السكر 4 معالق حسب انتم ايش بتحبوا، حطوا 4 معالق يا هيك. انا بقول نحط 5 6. شفتي مين بحب الحلو؟ 5. ايه 5 حاجة عرفتي؟ يلا ايه رح تجي زينة، رح تجي شوكولاتة وهيك مشان ما تصير اني هيك يعني. صح. يلا عشان ما يصير حلو كثير. ايه حلو كثير ما حلو يعني. هاي 2 وهي 3 4 وهي 5. هيك 5. ايه
يعني هلا رح يجي زينة شوكولاته ومشكلاته وهيك. يعني شان بتحب هدول الشغلات؟ ايه طبعا، يعني ما بحب اني زياده عن اللزوم ما بطلع النكهه. ها ايوه دومي دوب سكر منيح. اخذ عنك شوي يا شيف، اخذ عنك هات شوي يلا. لا ادم انت استنى، هذا لا تاخذه، هذا لا تاخذه، استنى. ايه انت الشيف، انت الشيف فهمين، بس هذا نضيفه ادم. لا لا هذا مو كله، روحي هيك هيك طلع. ايه؟ طلع هيك. راح تضيف شم يمكن نص شم مو نص. ايه؟ الربع. هو ما بده كتير زيت، ما بده، راح اضيف هيك هيك عندي. ايه؟ انا راح اضيف النص. ايه؟ شوي عرفتوا؟ يلا. يعني 4 معالق 5 معالق كبيرة. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا شيف حبيبي، يلا حرك 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 يا عمري، حرك حكي يا سميني. فيكم بحب ادم؟ اتوقع الكل بحب ادم والكل بكرهني. لا والله يا شام انت يعني التعليقات كلها انه بنحب شام وادم، ما في حدا انه بكره شام. لا اقول اني انا شريره اني بس على ادم، ما بيعرف اني ادم مو شرير. اول شيء ادم قبل ما نضيف الطحين بدك تذوب السكر على الخالص. شام تاكدي من السكر. اعطيني اعطيني على بس شوي بس شوي شوي قليلا قليلا قليلا. ايه قليلا هذا بس شوي بس شوي. يلا بس اعطيها لشام شوي. ادم ما له سمح لي ابدا. خلص شف شف. ايه ايوه ايه واو. شلون شام السكر؟ سكر منيح. لا خلص دايب، حتى نظريا اني دايب. قربي قربي شوفي شوفي دايب 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 الحمد لله. يلا هو نضيف الخميرة. يلا يلا حرك. منضيف الطحين صح؟ ايه منضيف الطحين. طبعا الطحين رح نضيفه تدريجيا، خصوصا اني على ايد هذا كتير كتير تدريجيا صح. المهم معنا معلقة. يلا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. منخول طبعا الطحين، يعني ناخلينه. ايه طبعا عشان ما يصير اي تكتلات انه فيه. ايه لانه اذا كان في الطحين تكتلات بصير صعب، ما بتنجح بعدين، بصير القوام عنا زي. يا ادم ادم انت ادم 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 طلع ماما. انت شيف؟ ادم شيف بالقفص كمان. هات حمري هات عبيت الدنيا. ادم شنو ماما؟ ادم كانه شفت شيء انا؟ مو كانه اكيد. المهم يلا ادم اعطيني روحي. طيب بنخلط الخليط وبنرجع لكم. بريك بريك اعطونا بريك. وهيك خلصنا الخليط طبعا، صار عندنا قوام بجنن الحمد لله. هلا رح نضيفه هون مشان ما بعرف ايش بتسموه، حتى ما بعرف انا ايش بسميه. المهم مشان هيك يعني نضيفه بهذا التقليم مشان وقت الخبيز يكون اسهل علينا. المهم خليكم معنا يلا. وهلا صار وقت الخبيز. هي من بعد ما حطينا الخليط في التقليم هلا شغلنا الغاز ونحط الغاز جاهز، حط الطواي وهون الخليط. هذا الصحن رح نضيفه ويعني يعني طبعا بدلنا بمكان شام ومكان ادم. ايه ادم اني صحن شيف بس اني لسه عمري صغير لازم يروح لهنيك وانا الغاز اللي. ايه صح. يلا شام يلا هنحط الطبق هيك للامان. بجوز اني ساعد بجوز اني ساعد بعض التسربات. ضيفي شام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه هيك حاجبة؟ اي حاجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدنا اياه عشان يكون كبير. انا ليش خايفة ما عم بعرف؟ معنى تساوي لنا اياه صغير حاج. ايه صغير احلى. ايه ايه عشان ما تكبري. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك ثلاثة ثلاثة. ايه. هيك نظامي. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. هلا بنصبر عليهم شوي. بيوتيفول اه؟ بنصبر عليهم شوي. ايه بنصبر بعدين بنقلبهم. قليلا. هي. اصلا هي بتعطي هيك انتفاخ. ايه يعني بتبين بتبين عليكم. هلا عطتنا هذا المنظر. هلا رح نقلبهم. ما شاء الله ما شاء الله. لدعت شوي من هون. ايه لاني عيطي بالنص الحماوه صايره اكثر من الاطراف. المهم بنخبزهم كلهم. ايه بنرجع لكم وبنرجع لكم. وهيك كانت النتيجة. فرجينا فرجينا. واو شوفوا شوفوا من ايدين ادم. يا واو لحد هون وبس. طيبة؟ طيبة طيبة.
حلوه. ادم طبعا بيحبها ساده، ما بيحب لا عليها عسل ولا شوكولاته ولا هم. لهيك اختلفوا العلماء، اختلفوا ان اني يا ادم رح نحط شوكولاته مشان ايش؟ مشان ما يصير يبكي او ايه؟ يعمل رد فعل لا اراديا. المهم اني قال لا ما بدي، لهيك حطيتها هيك. ادم هاي لزينه، مو والله دبرك تاكل. طيبه طيبه، قول لها شام طيبه، يسلم ايديكي. انا بحكي وبلعي وهو عم ياكل، تعالوا شو مريحه. فلذلك شام ما حطت، ما ضافت عليها لا شوكولاته ولا عسل، لانه ادم ما بيحب لا العسل ولا الشوكولاته. هلا ادم بلا ما نكمل اكل، ادم لازم نزين الطبق، ما تكون تزينوه شام؟ رح نزينه صح ادم؟ شكله ادم هيك لا عم بفكر وخبز. يلا فينا نحط كم فريزه وهيك وكم برتقانه وموزات. يلا ادم، يلا ادم، هلا لادم حنترك كل شيء لادم. يلا قدومي انت، شوفي ادم وين عم بحط. عم بحط بتمر زي تمر. خلص ادم كثير مبسوط. ايش شو بالاخير بدك تزينه ولا شلون؟ زين ولا لا؟ نزين ادم؟ زين نزين. يلا يلا شلون؟ يلا ادم اي بسم الله. يلا هيك يلا قدومي. حاج 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 صوت تمطيئة وصل لآخر الحارة. يلا آدم. واو قال يعني هو ده يزين آدم. الفريز هون آدم. آدم من محبين الفريز. اي حتى الطبق. شوفوا شوف ماله سخيان. خلص بدك يا زينه روح. ايش هالشيف هاد؟ شيف بطبخ للناس ولا بطبخ لتمه؟ ادم طيبة؟ طيبة وطيبة وطيبة حبيبي ادم. بس تكون عجبته شيء ما بعود بيحكي. شام شام بقول لك انه بفرقع شوي هيك من الفراولة. حامض؟ طلع حامض ولا الفريز؟ المهم هيك خلص خلاص بطلت. حطي فريز شام شوي بالنص. يلا بس هيك يعني نحط تشكيله. ايوه كم حبه. واو هيك. واو شيء طيب. لا. والشوكولاته شوكولاته سمراء وشوكولاته كاشفه حسب الرغبه. شوكولاته بيضاء وشوكولاته سوداء. مين ما بده مثلا بيضيف هيك خلاص هيك. واو والله حلو يا شام هيك احلى عشوائي احلى. طبعا انا بحب هيك عشوائي وبحب اني هيك الشوكولاته تجي هيك فوقه. بس ادم بعدين بزعل. ما انا اصلا اني يزعل بتعرفوا ادم يعني. نعرفه نعرفه لحد يلا عليه. بتعرفوا شو بساوي اذا زعل. يلا هيك هيك شوفوا لي الطبق. شي بصحي والله ان الريحه اكثر من رائعه. يا حاج بقى ارحمني صايم. اللهم انني صايم. ايه بدي اخلص رمضان على عيني وراسي شهر فضيل وعلى عيني وراسي اني بحبه كثير. بس حاج عم بنظلم من بهيك فيديوهات. هاي اللقطة النهائية. يعني قولا هون قولا هون. انا طبعا انا مغرمة بالمنظر ومغمورة ونادة. شكلك شان بدك تنهي الفيديو لحالك. وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم كتير. كتبوا لنا بالتعليقات ايش في عندكم افكار، ايش في عندكم هذا، وش ايش حابين نعمل. ان شاء الله رح نعمل صح هذا. اكتبوا لنا افكار تعجب ادم ما ينزعج. المهم ان شاء الله يكون عجبكم ولا تنسوا تعملوا لايك لايك وشير وشير وتشتركوا بالقناه. تشتركوا بالقناه بنحبكم كثير. وادم هلا بساعه اكل. وبس باي. حاج حاج بقى حاج ارحمنا ارحمنا بقى ارحمنا.